انا ما بيتهيأليش ان هو جه عندنا هنا مره وكان سعيد ومبسوط زي المره دي، طبعا بعد فوز ايطاليا ببطوله يورو، وده شيء كان هو بيتمناه وتحقق بالفعل الحقيقه، يستاهلوها. وزي ما كنت بتكلم معاه معظم المصريين الحقيقه كانوا متعاطفين مع ايطاليا بشكل كبير، وقدرت ايطاليا انها تكون، هقول حصان اسود، مش هتكسف ان انا اقول حصان اسود، لانه ما كانش متوقع من ايطاليا انها توصل اساسا المباراه النهائيه، لكن قدموا عروض قويه، اعادوا الهيبه للمنتخب او لاسم منتخب ايطاليا، وقدروا يحققوا المستحيل ويفوزوا على انجلترا على ملعبها على ارضها وفوزت جمهورها ويحققوا بطوله اليورو. وما تخافوش طبعا مش هنسى الاهلي وكذا تشيز، بس لازم اقول للدكتور وليد الحديدي ضيفنا في السادسه الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. لا سعيد واضح عليك طبعا. انا بحتفل من ساعتها. عندك باسبور ايطالي ولا ايه؟ احتفل من ساعتها. انا يعني بص، حتى على مستوى والله السفر والبلد، ايطاليا دي حاله خاصة كده، غير كل بالنسبه لي طبعا، هو كل واحد ليه فيما يعشق مذاهب يعني. أيوة. بس حتى ايطاليا كبلد وكناس وكشعب وكتعامل وكروح وكل حاجه فيها مختلفه، فهي ايطاليا بالنسبه لي يعني بجد في الكوره عشق. صحيح، هي الحقيقه هي طول عمرها يعني طبعاً. طول عمرها وقدمت نجوم يعني حاجه مميزه فيها طول عمرها فعلا. كل عقد كده كل كام سنه بتقدم لك حاجه. يعني بتقدم لك حاجه طبعا. بس لسه ما قدمتش الفلته برضه. إيه؟ قدمت جيل بس لسه ما ظهرش يعني. لان فكر انت لو تلاحظ حاجه، وبرضه احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، ان المدربين اللي اعتمدت على الفريق على التيم على الجماعيه هي اللي كسبت وهي اللي كملت يعني. صح. المنتخبات اللي كان فيها سوبر ستارز وكانوا هم شايلين على اكتافهم ان هم اللي يكسبوا فرقهم خرجوا بدري. فرنسا خرجت بدري، البرتغال خرجت بدري، بلجيكا خرجت بدري. بلجيكا طبعا كملت لدور الثمانيه، بس احنا كنا متوقعين توصل سيمي فاينل وفاينل، بس حظها كان وحش بلجيكا. طبعا دي بروين قبل البطوله واصابه هازارد، وهازارد ما كانش بيلعب بكل قوته طبعا. يعني انا مجهزين لك بمناسبه ايطاليا صوره لطيفه كده هيعرضها لنا كمان شويه، بس خليني اخد معاك كمان بعض الارقام في الاكثر تميزا، لانه دي بالنسبه لي كانت صدمه. يعني انا مقارنه كده بين اللاعبين الاكثر تميزا في بطوله يورو 2020 وكوبا امريكا في البرازيل. خليني اقول لك مثلا انه اكتر من سجل اهداف في اليورو كريستيانو رونالدو طبعا. اكتر من صنع اهداف ستيفن سوبر، اكتر من سجل من كرات ثابته دامسجارد، اكتر من قدم تمريرات يعني ثرو باسز فيراتي، اكتر من خلق فرص دي بروينا، اكتر من قام بمراوغات ناجحه رحيم ستيرلينج، اكتر من قدم تمريرات بين المدافعين بيدري النجم الصاعد الواعد يعني النجم الاسباني، واكثر من قام بلمسات ابداعيه هو بيدري، واكثر من خلق فرص اهداف محققه برضه بيدري. ده فين؟ في اليورو. في اليورو. ايه بقى موضوع الكوبا ده؟ بص كوبا امريكا الحكايه. بص كوبا امريكا وقول لي انت ازاي اكثر من سجل اهداف ميسي طبعا. ميسي. اكثر من صنع اهداف ميسي. اكثر من سجل من كرات ثابته اكيد ميسي. اكثر من قدم تمريرات مفتاحيه ميسي برضو. اكثر من قام بمراوغات ناجحه ميسي. هو كان بيلعب لوحده ولا ايه؟ اكثر من قام بتمريرات بين المدافعين ده تنس، ده دكتور التنس. صحيح ميسي. اكثر من قام بلمسات ابداعيه ميسي، واكثر من خلق فرص اهداف ميسي. ميسي 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 ميسي. يعني التعبير خلينا نقول شرفه الكروي. ميسي كان بيدافع عن شرفه الكروي في هذه البطوله. يعني هو داخل من اول لحظه. أيوة. وعنده ايمان وعنده اصرار. أيوة. ان خلاص هي لازم تحصل دلوقتي، لازم افوز بالكاس مع منتخب بلادي دلوقتي، لانه هو كان بيتعرض الحقيقه لضغوط هائله من جوه بلده قبل من بره بلده. حتى أيوة. حتى المشجعين الارجنتينيين كانوا دايما لما بيجوا يعقدوا المقارنه طبعا ايمانهم بميسي وعظمته لكن دايما يقولوا ايه ما فرحناش ما فرحناش. فلا يعني ميسي الحقيقه قدم نسخه ميسي بقى بتاع ال 24 وال 25 سنه ونسخه. أيوة. ميسي 2009 والفتره الفوران الفنيه. طول عمري ميسي الحقيقه، مش بس فتره 2009 ولا ما بعدها، طول عمري ميسي بيقدم لنا يعني ابداعات، لكن وصل لقمه الابداع في هذه البطوله. ايقونه ايطاليا بقى يعني، ده اعتقد الشخص اللي هتظهر صورته قدامك دلوقتي على الشاشه ده حد نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال ده جدي. جده هو يعني قال ده فرانشيسكو جده، عنده 101 سنه، عاش كل لحظات تتويج ايطاليا بالبطولات الكبرى، يعني كاس العالم 34، كاس العالم 38،
أمم أوروبا 68، كأس عالم طبعا أول كأس عالم الواحد يشوفه هو يعني طفل صغير فاكره، فاكر سقراطس في البرازيل، وفاكر جيل باولو روسي 82 كان جيل عظيم. طبعا يعني فكرة إن هم يخسروا بطولة كأس العالم أصلا يعني طبعًا فكرة كانت غير واردة على الإطلاق. أيوه كأس العالم 2006 وطبعا كأس أمم أوروبا 2021. يا بختهم والله، يا ده فرح كتير قوي في إيطاليا.